فريق الجونة حقق الفوز على بلدية المحلة بخمسة أهداف مقابل أربعة، وذلك بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهم على استاد البلدية ضمن منافسات الدورة 32 لبطولة كأس مصر. وبهذا يتأهل فريق الجونة إلى الدور 16 من البطولة. أما فريق البنك الأهلي فقد تأهل إلى الدور 16 في بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق بتروجيت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد السلام. أعلن النادي الإسماعيلي فوز عمر الساعي لاعب وسط الدراويش بجائزة أفضل لاعب في شهر مايو الجاري بناء على اختيار الجماهير. وقد كتب الحساب الرسمي للنادي الإسماعيلي على موقع فيسبوك: بناء على اختيار جماهير فريقنا، عمر الساعي لاعب الشهر في الدراويش. كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني أكد احترامه الكبير لمنافسه فريق بروسيا دورتموند الألماني، ذلك قبل نهاية دوري أبطال أوروبا والذي سيقام اليوم الساعة 10 مساء على ملعب ويمبلي في لندن. وقد أكد أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراة أنهم استعدوا جيدا لها، وأن غرفة خلع الملابس تتمتع بالثقة في تقديم الأفضل والتتويج باللقب. لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد الإسباني أكد أن فريقه سيقاتل بقوة من أجل الفوز على فريق بروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا. قال مودريتش في المؤتمر الصحفي لنهائي الأوروبي أن العالم يعتبر فريقهم الأكثر حظاً بالنهائيات، وتحدث أن المباراة متساوية بينهم وبين دورتموند، وأنه سيلعب ضد فريق قوي قدم موسما رائعا في دوري أبطال أوروبا. قال أيدن تيرزيتش مدرب فريق بروسيا دورتموند أن فريقه لن يقطع هذا المشوار في بطولة هذا العام لمشاهدة فريق ريال مدريد يرفع اللقب 15 له في أرفع مسابقة للأندية بالقارة الأوروبية. وقال أيضا: نعلم أنهم ريال مدريد الفريق الأكثر نجاحاً في دوري أبطال أوروبا، ولن نكون مرشحين أمام أتلتيكو أو باريس سان جيرمان. جادون ساتشو نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني أكد أنه لا يصدق تواجده في نهائي دوري أبطال أوروبا، وأنه سيلتقي فريقه مع فريق ريال مدريد الإسباني على ملعب ويمبلي بلندن. وقال ساتشو في حواره عن مشاركته في النهائي الأوروبي: لأكن منصفا، بدأ الأمر غير واقعي مجددا ولم أستوعبه بعد.
فريق روما الإيطالي فاز على فريق ميلان بنتيجة 5-2، وذلك في المباراة التي جمعتهم على ملعب أوبوتوس، وذلك في استراليا ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد. مشاهدي الكرام، هذا ختام موجز الأخبار.